سيادنا السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام داخل المغرب وخارجه. مرحبا بكم في قناة الإبداع والبناء والتشييد، قناة التنمية البشرية والذاتية والعمرانية. مشاهدينا الكرام، كنتواجدوا مدينة مارة في منطقة اللي كنتنا شفنا فيها مجموعة ديال المشاريع التنموية، واليوم غادي نشوفوا تتمة بناء السوق النموذجي وكذلك ملاعب القرب وكذلك عملية تأهيل الطريق المحادي لأولاد الناصر أو لأهل الحارث، المنطقة اللي كتوجد في قلب مدينة تمارة. مشاهدينا الكرام، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. حاليا قبل ما ندوزوا للملاعب، قبل ما ندوزوا للسوق، غادي نشوفوا واحد الخدمة هنا كيخدموا الممر خاص بالراجلين بواحد التقنية عاوتاني زوينة. أنا في الأول شفتو كيحسبني كيخدموا بلي بافي، الساعة هو راه غير بيطون كيتضرب ب واحد الطريقة خاصة. أجي نكتشفوها معكم، شوفوا معايا. هنا في الأول كيتضرب بالبيطون، ومن بعد كيجيبوا اللاسة وكيجيبوا واحد الآلة راه هي قدام. أجيو معايا باش تفهموا معايا كتار، هادشي خاصكم تعلموا وتعرفوا. من بعد ما كيضربوا بهاد الصباغة بواحد البرودوي، هو هذا اللي كيترش من الفوق. اذا هو كيرش، اذا هذه هي الصباغه اللي كترش. مشاهدينا الكرام، ياك من بعد كتيبس كتكرم واحد شي شويه، ومن بعد يلا الله يعاونك اخويا الله يسخر لك. من بعد مشاهدينا الكرام كيدوزوا ليها، من بعد ملي كتشرب واحد شويه كيدوزوا ليها البلانه، هي بحال ملاسه كبيره راه هي. مشاهدينا الكرام، باش كتعطي ديك الكحوليه وكتولي بلا. هاد البلانه هي اللي كتلعب واحد الدور باش كترطبها وكتسلسها وكتولي مقاده، كتطلع مخيره معتبره، وكتطلع حتى داك اللون الاسود كيطلع زويون. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم، الله يعطيكم الصحه. ومن بعد ملي كتشرب واحد شويه عاد تيجيبوا القوارب ديال الطابع كيبريسيو كيحطوا على شكل بافيات، على شكل مستطيلات، هو اللي كيعطينا هذا الشكل. هذا اجي نوريكم الشكل اللي عطانا.
ها هو هنا راه مصاوبينو، ها هو شتو، ها هو الشكل ديالو كيعطي واحد الشكل زوين رائع. ها اذا هذا الشكل هذا دابا راه رشوه بالطلق واحد البرودوي ابيض باش ما يلصقش، راه كل حاجه عندها الخدمه ديالها. والقالب باش كيخدموا، ها هو وهذا باش كيخدموا باش كيعطينا هذا الشكل ديال المستطيلات. اللهم بارك وزيد في ذلك. دابا غادي نشوفوا الملاعب ديال القرب ان شاء الله، ملاعب من الجوده العاليه وممتازه ورائعه، اللهم بارك وزيد في ذلك. اهلا. اذا مشاهدينا الكرام فهمنا دابا الخدمه، اذا ندوزوا المرحله بمرحله. ملاعب ها هي امامكم، ملاعب من العيار الممتاز. انا كنلعب الكره وانا ولد الكره وكنعرف في الكره، حدانا ملاعب ديال القرب وكنلعب فيهم كنخلصوا. عرفتي داك الغازو سانتيتيك اللي تيجيبو حالته، حنا عندنا نفسنا كنلعبو حالته حالته، جابوا واحد تي دي بانيو وكنخلصوا فيه زباله ديال الفلوس. حنا ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه في هذوك الملاعب ديال القرب اللي كاينين في السلا عندنا في تابريكت من الملعب ديال الفرشي. جا بدلوا واحد الكازون ما فيه ما يتشاف. انا دابا حاليا تنشوف كازون رائع ممتاز ممتاز. الباريير البارات ها هما تبارك الله تركبوا، يعني حتى التحويط ديال هذا الملعب كامل بالشبيك من الفوق من التحت من الجناب كل شيء ان شاء الله فيني. بالنسبه للكابلات يسولوني بعض الاخوان والاخوات على هاد الكابلات، هاد الكابلات راه غادي يتم الدفن ديالهم ريتما اولا الالغاء ديالهم اولا غادي يدوزوا الكابلات يمشي منطقه اخرى. المهم هاد الكابلات راه ما غاديش يبقى. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوا على الوليدات ديالهم بالنسبه للتسجيل، راه غادي يكونوا جمعيات ان شاء الله، غادي يكونوا جمعيات هنا باش غادي يستافدوا من هاد الملاعب. حاليا دابا راه باقي ما كاين والو، حاليا دابا راه مازال ما كاين لا تسجيل لا حتى شي حاجه، مازال ما انطلقاتش. ريتما تنطلق ان شاء الله غادي نخبركم، لان كاين واحد المكتب هنايا ديال خاص ب السوق، غادي نجيو ليه من بعد نجيو ليه. غادي يكون تسجيل ان شاء الله ديال الوليدات الصغار بحول الله. اذا هذا الملعب الثاني، وملاعب كبيره ماشي ملاعب صغيره، قرب ملاعب كبيره تبارك الله. بالنسبه للتسجير ما شاء الله جنبات ديالو اللهم بارك. اذا حنا كيبقى حنا كمواطنين خصنا نحافظوا على هذا الشيء، السلطات هي دارت الخدمه ديالها اللهم بارك. اذا خصنا نحافظوا على هذا الشيء وعلى هذه المعلومات اللهم بارك. اذا هذه كنعطيكم صوره اخرى من جهه اخرى الملاعب، داك الشيء جميل جدا والله جميل كجمال قلوبكم. هنا الموقف ديال السيارات اللي صوبوا لنا فريق جي تي ار. جي تي ار يا خويا وا 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 اطرا طيعه بقدر تلاق باتاني جميع حوايجك ما تباتيش هنا، داكشي به فيه صافي كيسيب خدمتي جمع الماتيريال ديالهم الله يعاون. السوق النموذجي هو هذا امامكم تفينا، راه ان شاء الله غادي يكونوا جوج ديال الاسواق نموذجيه اخرى. هذا هو الباركينغ، ها هو داروا فيه شجيرات الوسط الى حافظنا عليهم وخليناهم. اذا السوق النموذجي هو هذا امامكم، راه غادي يكونوا جوج اخرين في السخيرات ان شاء الله قريبا، غادي يتبناو جوج. نفس الفريق غادي يمشي، اظن نفس الفريق هو اللي غادي يمشي ان شاء الله تما. اذا السوق جاهز مشاهدينا الكرام، هذا البوابه الرئيسيه ديالو، كاينه بوابه اخرى جانبيه ايضا. او يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليكم، يا سلام. ملعب ثالث ديال القرب وملعب ديال الباسكت حتى هو، شجيراتها هما هنا اللهم بارك. شجيرات في الجناب
ان شاء الله مع الصقه وداك الشيء غيزيد يطلع داك الشيء يكمل. اذا ملعب ديال الباسكيت جميل جميل والله جميل جدا. السلام عليكم العز العز تبارك الله عليكم اخي. اذا ها هو ملعب ديال الباسكيت. يا سلام يلا ضرب لي شي بويه ضرب ضرب عاوده عاوده سير زيد عاوده عاوده غير عاود يلا اخوتي بالصحة والراحة بصحتكم الله يعطيكم الصحة. اذا بصحتهم وراحتهم بصحة العدة الساكنة بصحة الشباب. اذا مشاهدينا الكرام ملعب امامكم اخر هذا صغير شوية غيكونوا فيه الاطفال. اللهم بارك وزيد في ذلك زيد في ذلك. جميل 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 ان شاء الله. جميع المدن المغربية تحدو حدو مدينة تمارا بحول الله. الصخيرة تحت هي غادي يكون فيها جوج ديال الأسواق بحال هادو تقريبا أسواق نموذجية. هنا في هاد الشارع هنا ديور البوليس هم أمامكم. الشجر اللهم بارك مزيان. دوزو لينا هنا ممر خاص بالراجلين حتى هو. وهاد البلاصة كلها تصاوبات بالبيطون بداك الكاريات ديالها مزيان داكشي رائع. اذا البوابه الرئيسيه هي هذه والمكتب هنا غادي يكون البيرو خاص بالسوق النموذجي. اذا اللي بغى اي تفاصيل ان شاء الله قريبا الافتتاح ان شاء الله من هنا واحد الشهر تقريبا تقريبا حنا عسى نقدروا تقريبا على حسب المعلومات اللي عندي ان شاء الله غتلقاو المعلومات كامله كاينه هنا غتكون اداره هنايا بحول الله. السلام عليكم. اذا مازال هنا الفينيسيون داخل في السوق مازال بعض الروتوشات خصنا غير نحافظوا على هذا الشيء ان شاء الله. لاحظوا معايا داك الشيء مخدوم مزيان نقيقي مصاوب. شكر الموصول للسلطات المحليه شكر الموصول للدوله شكر الموصول للناس. اي واحد ربما نكونوا حنا ما عارفينوش عنده يد في تقدم وازدهار المنطقة والمملكة المغربية ككل إن شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام ما بقى لي إلا نودعكم على أمل اللقاء بكم في مشروع جديد ومحتوى جديد. هادشي زين والله إلا زين والله هانئا لهاد الساكن ما كرهناش وحق الله تحنا في سلا يديروا لنا ملاعب القرف تابريكت بحال هكا بالضبط حدا البوسطة. كاين تما داك السوق وكاين تما داك الريحة الخنز وكاين تما تيرة كبيرة الاراضي موجوده خاويه ولكن ما كرهناش يديروا لنا غير حدائق او لا بحال هكا ملاعب ديال القرب. الله العظيم ما كرهنا وحق الله العظيم هاريمنا هاريمنا هاريمنا. الى اللقاء.